السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بناخد قاعدة موجودة عندي في كتب الأول ثانوي وكتب التوجيهي اللي هي الكليفت سنتنس، الجمل المقسمة أو اللي موجودة بالأول ثانوي اللي هي الديفاينينج ريلاتيف كلوزز، ضمائر الوصل المحددة. نبلش القاعدة شرحها. عندي هو الذي أو التي للعاقل، مثل I know the man فراغ bought your car. هسه ضمائر الوصل بشكل عام أنا بطلع ما بعد ما قبل الفراغ مباشرة علشان أحدد شو الضمير اللي أنا بدي أحطه بالفراغ. بما إنه عندي دمان هون الرجل شخص، عطول أنا بحط الأداة الضمير اللي هي هو. I know the man who bought your car. عندي which الذي أو التي بس لغير العاقل. ماجدة ريد the book I gave her. اللي قبل الفراغ مباشرة هي the book، ما إلي دخل بأولة الجملة أو آخرة الجملة، أنا إلي دخل باللي قبل الفراغ مباشرة اللي هي the book which I gave her اللي أعطيتها هي. Who's للملكية. I met the doctor whose son is my friend. قابلت الطبيب اللي ابنه صديقي. هسا الطلاب رح يخربطوا بين كلمة هو وكلمة هوز، لأنه التنتين قبلهم عاقل اللي هو شخص، فالفرق ما بين هو هوز اللي هو إنه هو بيجي قبلها اسم وبعدها verb، هوز قبلها noun بعدها noun. يعني نرجع للمثال اللي هو عندي the man noun boat verb، أما هوز the doctor noun وson اسم، اسم واسم منحط هوز. Where حيث معناها حيث للمكان. The house where they live is small. الموقع نحن بنحكي عن موقع، إذا حكينا عن موقع يجب إنه نحط إيش where. The house where they live المكان حيث يعيشون صغير. When معناها عندما، بنحكي نكتبها للزمان. It was in 2007 when I visited Petra. إذا كان قبل فرق زمان وقت تاريخ بنضع when. في عندي ذات بنضعها بدل which هو. طبعا في الامتحانات الوزارية او في امتحانات المدرسة، في اذا حطوا لي هو او ذات او which وكان عندي كلمة صح الجواب صحيح او الاجابة الاصح، فاحنا بنحط الاصح مش بنحط ذات. اذا ذات بنحطها في الخيار اذا ما كانت هو او which موجود نهائيا. اسئلة وزارية. The person فراغ has influenced me most is my father. The person و has noun و verb. Verb فعل ما بنحط which لانه احنا انه عاقل، هو عاقل. when ما عندي زمان، هوز ما اجى بعد الفراغ ناون، يعني هوز لازم يكون عندي قبل وبعد الفراغ ناون، ما اجاني قبل وبعد الفراغ ناون. فالاجابة الصحيحة اللي هي هو. the student فراغ clean the street are from my school for our school. the student which who when هوز الجواب الاصح اللي هو هو، لانه اجى بعد الفراغ verb. واستنونا بتكملة قاعدة non-defined clauses في شرح آخر.